من نعم ربنا علينا ان الارض محاطه بغلاف جوي. احنا بقى عايزين نعرف ايه اهميه الغلاف الجوي ده، عايزين نعرف مكوناته، عايزين نعرف اهميه كل جهاز على حده. ايه اللي هيحصل لو مفيش اكسجين؟ الناس اللي بتنزل تغوص تحت الماء سكاي دايفنج بتملى استوانت الاكسجين ازاي؟ بالرغم ان الاكسجين مهم جدا لينا الا ان ليه بعض الاضرار. ازاي نقدر نستفيد من الاكسجين ونتجنب الاضرار دي؟ من نعم ربنا علينا رقم واحد ان الاكسجين كثافته اكبر من كثافه الهواء. رقم اثنين ان الاكسجين شحيح الذوبان في الماء. تفتكروا ايه اللي ممكن يحصل لو ان كثافه غاز الاكسجين اقل من كثافه الهواء الجوي؟ كارثه. تفتكروا ايه اللي ممكن يحصل لو ان غاز الاكسجين لا يذوب في الماء؟ برضو ايه اللي ممكن يحصل لو ان غاز الاكسجين شديد الذوبان في الماء؟ الغلاف الجوي بيتكون من عدة غازات زي غاز النيتروجين، وده بيمثل 78% من إجمالي نسبة الغازات الموجودة في الغلاف الجوي. أكتر غاز موجود عندنا الغاز اللي بعديه غاز الأكسجين، ده بيمثل 21% من إجمالي نسبة الغازات الموجودة في الغلاف الجوي. النيتروجين والأكسجين بس بيمثلوا 99% من نسبة الغازات الموجودة في الغلاف الجوي. فاضل 1% هو باقي الغازات زي غاز ثاني اكسيد الكربون، وده بيمثل 3%. وعندنا باقي الغازات زي الارجون والهيليوم والنيون، دي بتمثل 97%. رقم واحد، الغلاف الجوي بيحمينا من الاشعه فوق بنفسجيه الضاره القادمه من الشمس لوجود طبقة اسمها طبقة الأوزون بتحيط بالكرة الأرضية. الطبقة دي بتمتص الأشعة فوق بنفسجية الضارة، وبالتالي بتحمي الكائنات الحية اللي موجودة على سطح الأرض. الأشعة دي ليها أضرار كتير جدا، زي ممكن تصيب الإنسان بسرطان الجلد، تؤدي إلى موت حاجة اسمها البلانكتون، ودي كائنات بحرية صغيرة جدا موجودة في المسطحات المائية في المية يعني، واللي بتتغذى عليها الأسماك. رقم ثلاثة، بتأثر في عملية البناء الضوئي، مما يؤدي الى حدوث خلل في سلسله الغذاء. الغلاف الجوي مقسم الى عده طبقات. في احدى هذه الطبقات طبقه اسمها الميزوسفير. طبقه الميزوسفير بتحتوي على غازي الهيدروجين والهيليوم. الغازين دول لهم دور كبير جدا في احتراق الشعب والنيازك اللي بتخترق الغلاف الجوي. الشعب والنيازك دي عباره عن قطر صخريه صغيره يبقى اسمها شهاب او شهب، لو كبيره اسمها نيزك. وبالتالي الفرق بين الشوب والنيازك ان الشوب ما بتوصلش سطح الارض لانها بتحترق احتراق تاني. ساعات بنشوف كده بالليل زي سهم مضيء كده بيظهر في السماء ويختفي، ده عباره عن شوب. يعني صخره صغيره دخلت الغلاف الجوي، ونظرا لسرعتها الكبيره جدا ونتيجه الاحتكاك مع غاز الهيدروجين والهيليوم اللي موجود في احدى طبقات الغلاف الجوي بتحترق احتراق تاني. فبتعمل الكائنات الحيه من وصول هذه الاجسام الصخريه لسطح الارض. يبقى طبقة الغلاف الجوي بتحمينا من الشوب والنيازك. الغلاف الجوي كمان بيحتوي على بعض جزيئات الأتربة والدخان. بالرغم من جزيئات الأتربة والدخان دي بتعتبر من المواد الملوثة للبيئة،
الا ان ليها دور كبير جدا في نزول الامطار، لان بخار الماء الموجود في الطبقات العليا بيتكثف على سطح هذه الاتربه وذرات الدخان مما يسمح بنزول الامطار. الاكسجين المستهلك اثناء عمليه الاحتراق، احتراق الوقود او احتراق المواد العضويه زي الخشب والفحم والبنزين والسولار وهكذا، او الاكسجين المستهلك اثناء تنفس الكائنات الحيه بيتم تعويضه من خلال النبات في عمليه البناء الضوئي. النبات اثناء قيامه بعمليه البناء الضوئي بيطلع حاجتين: الغذاء، الاكل اللي احنا بناكله، والاكسجين. لان النبات بيقوم بتعويض الاكسجين المستهلك اثناء الاحتراق واثناء التنفس خلال عمليه البناء الضوئي. عمليه البناء الضوئي هي عمليه بتتم في الاجزاء الخضراء للنبات، والعمليه دي بتتم في الخلايا النباتيه دون الحيوانيه، يعني الخلايا الحيوانيه ما بيحصلش فيها عمليه البناء الضوئي لعدم وجود بلاستيدات خضراء، ما فيش بلاستيدات خضراء في جلدنا. عشان كده انا لما اكون جعان ما ينفعش اروح اقف تحت الشمس شويه اقول الحمد لله انا شبعت اروح. ليه؟ لان ما اقدرش امتص الطاقه من الشمس مباشره لعدم احتواء خلايا جلدي على بلاستيدات خضراء. انما الاجزاء الخضراء في النبات بتحتوي على بلاستيدات خضراء، والبلاستيدات الخضراء دي فيها ماده اسمها الكلوروفيل. الكلوروفيل دي الماده دي بتقدر تمتص الطاقه الضوئيه وتخزنها في صوره طاقه كيميائيه اللي هو الغذاء. تمام؟ عشان كده نقدر نعرف عمليه البناء الضوئي هي العمليه التي تهدم او تحدث في الاجزاء الخضراء من النبات لوجود البلاستيدات الخضراء، ويتم من خلالها تكوين الغذاء والأكسجين. الأكسجين الموجود في الهواء الجوي عبارة عن جزيئات، يعني الأكسجين الموجود حوالينا عبارة عن جزيئات، جزيء اكسجين مع جزيء اكسجين مع جزيء اكسجين. كل جزيء عباره عن ذرتين متحدين مع بعض، ذره اكسجين ماسكه ذره اكسجين، لانه غاز نشط. لما نكبر شويه نعرف ان غاز الاكسجين نشط، فما ينفعش كل ذره لوحدها، كل ذره بيحصل تزاور او بيحصل رابطه ما بين كل ذره اكسجين مع ذره ثانيه يكونوا جزيء. فالاكسجين الموجود حوالينا عباره عن جزيئات، جزيء جنب جزيء جنب جزيء، والجزيء الواحد عباره عن ذرتين اكسجين متحدين مع بعض. رابطة كيميائية هنعرف بعد كده ان هي اسمها رابطة تساهمية. عشان كده نرمز لرمز جزيء الأكسجين برمز O2. O2 هو رمز الأكسجين، جاي من أكسجين، أول حرف في كلمة أكسجين. 2 يعني جزيء الأكسجين بيتكون من ذرتين أكسجين زي ما احنا شايفين. يبقى O2 عبارة عن إيه؟ O2 عبارة عن ذرتين أكسجين مرتبطين ببعض. ده جزيء الأكسجين. والهواء اللي حوالينا موجود فيه أكتر من جزيء، جزيء جنب جزيء جنب جزيء جنب جزيء زي ما احنا شايفين. غاز الاكسجين بيشغل حوالي خمس حجم الهواء الجوي، يعني حوالي 21% من حجم الهواء الجوي. يعني كل 100 جزيء في الهواء الجوي في منهم 21 جزيء اكسجين. طيب احنا اكتشفنا الموضوع ده ازاي؟ تعال نعمل تجربه صغيره كده ونشوف ازاي عرفنا ان
نسبة غاز الأكسجين في الهواء الجوي 21%. الادوات اللي احنا محتاجينها علشان نقدر نحضر جهاز الاكسجين في المعمل: رقم واحد، الجهاز المستخدم في تحضير الاكسجين في المعمل زي ما احنا شايفين. بنحتاج كمان ماده اسمها فوق اكسيد الهيدروجين او هيدروجين بيروكسيد، بيسموها فوق اكسيد الهيدروجين او ماء الاكسجين، معروفه في الصيدليات باسم ماء الاكسجين. دي ماده بيستخدموها الناس اللي بتصبغ شعرها. اوكي، كمان محتاجين عامل مساعد الا وهو ثاني اكسيد المنجنيز، وكمان بنحتاج دورة لتجميع غاز الأكسجين. وبيتم تجميع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل. هنعرف قدام شوية ليه بيتم تجميع الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل. زي ما احنا شايفين قدامنا في التجربة، الهيدروجين بيروكسيد أو فوق أكسيد الهيدروجين لما بيتم إنزاله على ثاني أكسيد المنجنيز بيتفاعل معاه، بيبتدي يتكسر. فوق أكسيد الهيدروجين ده بيتكسر، اسمه ماء الأكسجين، عبارة عن مية أكسجين، فبيبتدي يتكسر ويبتدي يخرج غاز الأكسجين. بيتم تجميع غاز الأكسجين زي ما احنا شايفين بإزاحة الماء لأسفل. طب ليه بيتم تجميع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل؟ لأن زي ما احنا شايفين غاز الأكسجين شحيح الذوبان في الماء، ما بيدوبش في الماء او بيدوب جزء صغير جدا منه في الماء، ودي نعمه من نعم ربنا علينا ان الاكسجين شحيح الذوبان في الماء. طب ليه؟ رقم واحد، لان لو افترضنا الاكسجين بيدوب في الماء او شارح الذوبان في الماء، يبقى احنا هنموت، الكائنات الحيه على سطح الارض هتموت، لان كل الاكسجين هيدوب فين؟ في الماء. ولو افترضنا ان الاكسجين ما بيدوبش خالص في الماء، يبقى الكائنات البحريه هتموت. فمن نعم ربنا علينا ان الاكسجين شحيح الذوبان في الماء، يعني جزء صغير منه بيدوب في الماء عشان يسمح للكائنات الحية البحرية بالحياة، واحنا كمان نفضل عايشين، لان لو داب كله احنا نموت، ولو ما دابش خالص الكائنات البحرية هتموت. فدي نعمة من نعم ربنا علينا ان الاكسجين شحيح الذوبان في الماء. طبعا معامل تحضير غاز الاكسجين في المعمل، طبعا فوق اكسيد هيدروجين في وجود عامل حفاز الا وهو ثاني اكسيد المنجنيز، بنسميه عامل حفاز او عامل مساعد. العامل المساعد هو ماده بتزود سرعه تفاعل الكيمياء، يعني من غير الماده دي فوق اكسيد الهيدروجين علشان ينحل الى مية واكسجين هياخد وقت طويل جدا. فوجود العامل المساعد بيساعد في انحلال الاكسجين او فوق اكسيد الهيدروجين الى ماء واكسجين. تمام، فعندي فوق اكسيد الهيدروجين على السهم نكتب العامل المساعد الا وهو ثاني اكسيد المنجنيز، بينحل فوق اكسيد الهيدروجين في وجود ثاني اكسيد المنجنيز ويديني ماء، ويتصاعد غاز الاكسجين الذي يتم تجميعه بازاحه الماء لاسفل لانه شحيح الذوبان في الماء.
اول واحد اطلق لفظ كلمه اكسجين على غاز الاكسجين هو انطوان لافوازيه، ده عالم فرنسي سنه 1778. لكن اول من اكتشف وجود الاكسجين في الهواء الجوي كانوا الصينيون منذ 800 عام قبل الميلاد. رقم واحد هو غاز عديم اللون والطعم والرائحة. الهواء الجوي اللي حوالينا مليان أكسجين، لا بنشوفه يعني ملوش لون، ولا بنقدر نشم رائحته لأنه ملوش ريحة، ولا بنقدر نتذوقه لأنه ملوش طعم، يبقى غاز عديم اللون والطعم والرائحة. غاز الأكسجين شحيح الذوبان في الماء، ودي نعمة كبيرة جدا من ربنا، لأن لو غاز الأكسجين شديد الذوبان في الماء، لو بيدوب 100% في الماء تبقى كارثة. ليه؟ لان لو معنى ده ان غاز الاكسجين هيدوب كله في الميه، طب والكائنات الحيه اللي موجوده على سطح الارض هيحصل لها ايه؟ هنموت. نفس الموضوع لو ان غاز الاكسجين ما بيدوبش في الماء هتبقى كارثه برضه بالنسبه للكائنات البحريه، لان لو ما بيدوبش في الماء معناه ان كل الكائنات البحريه هيحصل لها ايه؟ هتموت، مفيش اكسجين. تمام، واحنا قلنا ان الاكسجين غاز ضروري لاستمرار او لبقاء الكائنات الحيه على سطح الارض. فبنعم ربنا علينا ان غاز الاكسجين شحيح الذوبان في الماء، يعني بيدوب كميه صغيره جدا منه في الماء، فجزء من الاكسجين بيدوب في الماء عشان الكائنات البحريه تقدر تعيش، والباقي موجود على سطح الارض علشان الكائنات اللي موجوده على سطح الارض تقدر تعيش. غاز الاكسجين متعادل التاثير على ورقتي عباد الشمس، يعني معنى كده ايه؟ ان الغاز دوت لا هو حمض ولا هو قروي، ودي نعمه من نعم ربنا علينا. لان لو غاز الاكسجين غاز ليه خواص حمضيه او قرويه تبقى كارثه. ليه؟ لان هيحصل الريتيشن للاغشيه المخاطيه للانف، هيحصل تاكل تهتك للاغشيه دي. تمام، فدي نعمه من نعم ربنا علينا ان غاز الاكسجين غاز متعادل التاثير على ورقتي عباد الشمس، يعني غاز متعادل. من خصائص غاز الاكسجين برضو انه كثافته اكبر من كثافه الهواء الجوي، دي كمان نعمه من ربنا. تخيل كده لو ان كثافه غاز الاكسجين اقل من كثافه الهواء الجوي، ايه اللي هيحصل؟ كل الاكسجين الموجود قريب من سطح الارض هيحصل ايه؟ هيرتفع على اعلى، يبقى الكائنات اللي عايشه على سطح الارض مش هتلاقي اكسجين، مش هتلاقي الاكسجين موجود فوق في الطبقات العليا، فايه اللي هيحصل؟ هنموت. فمن نعم ربنا علينا ان كثافه غاز الاكسجين اكبر من كثافه الهواء الجوي، وده بالتالي هيخلي غاز الاكسجين قريب من طبقه او من سطح الكره الارضيه. غاز الاكسجين لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال، مفيش عمليه احتراق بتتم الا في وجود غاز الاكسجين، عشان كده بنلاحظ لما بنيجي نشوي كباب او نشوي كفته على الفحم، تمام، بنعمل ايه على الفحم؟ بنحاول نهوي عليه، صح؟ ليه؟ علشان نسمح بوصول الاكسجين للفحم علشان يزداد من معدل الاحتراق، يزيد الاشتعال، وبالتالي الكباب او الكفته تستوي بسرعه. زي ما شفنا غاز الاكسجين ليه اهميه كبيره جدا، هو غاز ضروري لاستمرار الحياه على سطح الارض، من غير اكسجين مش هيبقى في حياه على سطح الارض. لكن بالرغم من اهميه غاز الاكسجين للكائنات الحيه، إلا إن غاز الأكسجين ليه بعض الأضرار زي صدأ الحديد أو صدأ بعض المعادن. الحقيقة إن غاز الأكسجين زي ما قلنا غاز نشط، وبالتالي بيتفاعل مع المعادن زي الحديد، وده بيؤدي إلى حدوث عملية أو تفاعل كيميائي بين الحديد وبين الأكسجين، وبالتالي بيؤدي إلى حدوث الصدأ، صدأ الحديد، وده بيؤدي إلى حدوث تآكل في المنشآت المعدنية زي الكباري وغيره أو الأعمدة. بس احنا قدرنا نتوصل لفكره من خلالها نقدر نحمي او نعزل الحديد عن اكسجين الهواء الجوي، الا وهي طباء المعادن. يعني ايه طباء المعادن؟ يعني ادهن المعادن دي الطبقه الخارجيه ادهنها بالدهانات بالبويه، تمام؟ بالبويات، وبالتالي بكده اقدر اعزلها عن الاكسجين، ما اخليش الاكسجين يوصل لها، فبالتالي احافظ عليها من الصدأ او التهيب. I'll stay with my heart.
الاكسجين ليه اكتر من اهميه. رقم واحد ضروري لتنفس الكائنات الحيه. كمان الاحتراق ما بيتمش الا وفي وجود الاكسجين، فالاكسجين غاز ضروري لحدوث الاحتراق او لاتمام عمليه الاحتراق. زي ما قلنا قبل كده ان من خصائص الاكسجين ايه؟ انه جاز لا يشتعل ولكن يساعد على الاشتعال. فاي حاجه بتشتعل، فحم، خشب، مواد عضويه، بنزين، سولار، واتيفر، علشان يشتعل لازم يكون فيه اكسجين. فالاكسجين ضروري لحدوث عمليه الاحتراق. رقم ثلاثة، الاكسجين مكون اساسي للماء. احنا عندنا الجزيء الماء الواحد، كوبايه الماء ده عباره عن نقط ميه، كل نقطه بتتكون من جزيئات ميه، جزيء جنب جزيء جنب جزيء جنب جزيء، تكون لي نقطه، نقطه مع نقطه مع نقطه بقى عندك كوبايه ميه. فجزيء الماء بيتكون من اتحاد ذرتين هيدروجين بذره اكسجين، يكون لي جزيء ميه، وبعد كده جزيء مع جزيء 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 جزيء، بقى عندي نقطه ميه، بقى عندي كوبايه ميه، بقى عندي ازازه ميه، وهكذا. فعندي الاكسجين بيخش في تركيب او بيدخل في تركيب ايه؟ جزيء الماء. جزيء الماء بيتكون من ايه؟ من اتحاد ذرتين هيدروجين بذره اكسجين. كمان الاكسجين بيدخل في تركيب طبقه مهمه جدا، الا وهي طبقه الاوزون. طبقه الاوزون دي اهميتها ان هي بتمتص الاشعه فوق البنفسجيه القادمه من الشمس، وبالتالي بتحمي الكائنات الحيه اللي موجوده على سطح الارض من اضرار هذه الاشعه. جزيء الاوزون بيتكون من اتحاد ثلاث ذرات اكسجين، يعني كل ثلاث ذرات اكسجين بيتحدوا مع بعض يكونوا جزيء اوزون. التنفس الصناعي في المستشفيات، لان المريض في الحاله دي بيكون غير قادر على التنفس بنفسه، فلازم يكون عنده تنفس صناعي. غاز الاكسجين بيستخدم في قطع ولحام المعادن، حيث يتم خلط غاز الاكسجين بغاز ثاني اسمه الاسيتيلين. غاز الاسيتيلين ده غاز بيشتعل، تمام؟ بتوصل درجه حراره اللهب بتاع غاز الاكسجين مع الاسيتيلين اللي بنسميه لهب الاوكسي اسيتيلين. اوكسي جاي من الاكسجين، واسيتيلين جاي من الاسيتيلين، فاوكسي اسيتيلين يعني اللهب اللي بينتج من اتحاد او خلط الاكسجين مع الاسيتيلين. بتوصل درجه حراره اللهب ده ل 3500 درجه مئويه، ودي درجه حراره كافيه لقطع ولحام المعادن زي ما احنا شايفين. الناس اللي بتتسلق الجبال، احنا عارفين ان غاز الاكسجين كثافته اكبر من كثافه الهواء الجوي، لذلك بيكون مركز بالقرب من سطح الارض، فكل ما ارتفع الاعلى بتقل نسبه الاكسجين في الهواء الجوي، تمام؟ فالناس اللي بتتسلق الجبال كل ما ارتفع الاعلى بتقل نسبه الاكسجين حواليه، لذلك بيستخدم اسطوانات الاكسجين للتنفس اعلى الجبال. الجبال اللي بتنزل تغوص في تحت سطح الماء اللي هو بنسميها سكاي دايفنج بيحتاجوا يتنفسوا، ما يقدرش يعيش من غير اكسجين، تمام؟ فبيتصرفوا ازاي؟ طبعا بيتم ضغط الاكسجين في اسطوانات، والغواص الراجل بينزل تحت سطح الماء بيقدر يتنفس تحت سطح الماء عن طريق استخدام اسطوانات الاكسجين.